اقتصاد لبنان بال 2020 وصل للانهيار التام. الدين العام، الزبائنية والفقر مش أخطاء نتجت عن اقتصاد لبنان، هودي ركائزه. هن المقومات يلي سمحوا لناس بالحكم يعملوا مصاري، وسمحوا لناس معهم مصاري يضلوا بالحكم. زعامة لبنان وأصحاب النفوذ والمصارف هندسوا الاقتصاد لمصلحتهم، ومع الوقت وصل البلد للانهيار. بالنسبة للسلطة، مشكلة الاقتصاد تقنية معقدة، فيها تشربك أرقام وحسابات وعايزة خبرات عالمية من ماكنزي لصندوق النقد الدولي لتنفهم. لسنين بقى الاقتصاد علبة سوداء، خبته السلطة وتكتمت عن الأرقام، وحرمت الناس تفهم معطياته لتقدر تشارك بالقرار. وبعز الانهيار وتتوارث الكوارث، بقى النظام من مجلس النواب للمصارف لمصرف لبنان عم بيعرق المبادرات الإصلاح وشروط الاتفاق مع الممولين الدوليين. هالنهج خول المستفيدين من الاقتصاد يتحكموا فيه لحالهم ويستغلوا المعلومات لابتزاز الرأي العام بقرارات بتصب بمصلحتهم. المشكلة الأساسية بالاقتصاد أنه الاقتصاد للسلطة مش للناس، والناس لفترة طويلة محرومة من الأدوات لتحكي عنه. بيرتكز اقتصاد لبنان بشكل كبير على المصارف والعقارات، استثمرت فيهم الطبقة الحاكمة من وقت ما انتهت الحرب وخلتهم يتضخموا على المدى الطويل. بال92 كان لبنان طالع من حرب ومن اتفاق الطائف يلي جمع زعماءها تحت الوصاية السورية. الاتفاق بين سوريا والسعودية جاب رفيق الحريري على رأس الحكومة، رجل أعمال مع مشروع اقتصادي مبني على رهانات سياسية وإقليمية بهرت أكتر الناس بوقتها، بس بينت أنها خاطئة بعد كم سنة. الحريري مقاول، مشروعه متمحور حول إعادة أعمار لبنان، وبده أموال طائلة على مدى السنين، وأهم شيء بده رضا كل الأطراف السياسية بلبنان. وما كان صعب للزعماء يشوفوا الفرص بهالمشروع. إعادة الأعمار لعبة ربيحة، فيها شركات هندسة ومعامل بطون وكسارات، وبتفيد صورتهم كقيادية الحرب عم بيعيدوا بناء لبنان. رح يبنوا اقتصاد بيجذب مستثمرين بسرعة على لبنان ليحولوه إلى عاصمة الاستثمارات والبذخ. الأولوية كانت للربح السريع مش للاستدامة. تجيبوا المستثمرين بسرعة، حولوا العاصمة من ساحة معركة لواجهة حلوة بتحول بيروت لمركز تجاري للمنطقة وبتجذب رجال أعمال وسواح. وهيك بأمضى من رئيس الوزراء ووزير المالية رفيق الحريري على مرسوم بال94، صادر وسط بيروت من أصحابه وتحول لسلعة انتهت أسهمها بإيدين أثرياء لبنانيين وعرب. لتأمين سيولة مستمرة لمشاريع إعادة الأعمار صاروا المصارف والبنك المركزي حجر الأساس والأهم باقتصاد لبنان. خلقوا حوافز للممولين، فوائد عالية وضمانات، فصار اللي معه مصاري أربح له يجمدهم بالبنك من أنه يمول معمل، لأنه المصارف عم تغري بفوائد أعلى، ولأنه عائد استثماره مضمون من مشروع الدولة. بالمقابل وقت علية الفوائد صار كل شيء أغلى، مثل أجار الأرض وكلفة المعامل. بنظام اقتصادي مستدام، واحدة من وظائف المصارف الأساسية أنه تغذي وتستثمر بقطاعات مثل الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، بتأمن فرص عمل وبتبني اقتصاد متنوع ومنتج على المدى الطويل، مرن قادر يتحدى الصدمات، وسيادة مش متكل على الخارج. الانتاج خف والاستيراد زاد. قبل الحرب كانوا صادراتنا يشكلوا 40% من الواردات، وبالحرب صاروا صادراتنا 28.5%. بين 92 وال 2019 نزل المعدل لل 14.5%، يعني عم نشتري تقريبا كل شيء من برا وأنجع عم نبيع. اقتصاد لبنان من 30 سنة لليوم رايعة، بيستنزف موارده الغير منتجة لحديد ما تنفذ طاقته، وبيتكل على مصادر تمويل خارجية متقلبة وغير مستقرة مثل الديون والهبات وأموال المغتربين، أو داخلية بس محدودة مثل الأجارات أو الأرباح من فوائد الدين، وما بيساهم بالدورة الاقتصادية. الكسارات ربيحة لحد ما يتاكل الجبل ويبطل في حجر ينباع، بيع الشقق ربيح لحد ما يبطل في مين يشتري وتبقى الشقق فاضية. أموال المهاجرين بتفوت مصاري على البلد لحد ما تصير كلفة المعيشة غالية لدرجة ما تكفيها أموال المغتربين. كبرت هالقطاعات الريعية على مدى السنين وخنقت القطاعات المنتجة. غليت كلفة المعيشة كتير بوقت السلطة والمصارف أرباحها عم بتزيد. صارت وظيفة المصارف الأساسية إنه تجذب هي الأموال من الخارج وتستثمرها بشراء سندات خزينة ترجع تدين الدولة بدل ما تستثمر بالبلد، ودينتها عفايدة عالية والدولة ضلت عم تصرف. مما يدفع الجمهورية اللبنانية
لتعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند. صحيح أنه الحريري لاعب لعبة خطرة حتى ببلاد مستقرة أكتر بكتير، إنما هندس السياسات الاقتصادية برضا الكل، برة وجنبلاط والهراوة وفرنجية والمر، مديوله شاك على بياض بالاقتصاد، شرط تضل حصصهم من موارد الدولة مأمنة وقدرين يتاجروا فيه. ما كان يعترض حدا على سياسات الحريري إلا وقت تندقر المصريات، هنا بيتقاسموا صناديق الدولة وهو بيلعب بالاقتصاد. على مدى السنين المعارضة من داخل السلطة كانت خجولة، مرتبطة بشكل أساسي بمصالح النظام السوري. حتى بال98 وقت أدخل النظام السوري أمين لحود وجميل السيد وسليم الحص على الخط، إجوا مع انتقاد لازع لسياسات الحريري على أساس هن المعارضة لمشروع فاشل وعندهم مشروع أفضل. ولكن بدل ما تكون فرصة لإعادة بناء الاقتصاد، انتهت إصلاحاتهم الاقتصادية بشعارات فارغة عن مكافحة فساد من هون وادعاءات رمزية عن نهب الدولة من هونيك، ولكن فعلياً ما غيروا المشروع الاقتصادي ولا المنهج. أما المعارضة من خارج السلطة فكانت أما ضعيفة، أما تم تسكيتها من خلال السيطرة على النقابات أو قمعتها الوصاية السورية. بيجي عبد الحليم خدام بيقول لهم إن الإضرابات والتظاهرات في لبنان هي خط أحمر وما فينا نقبلها لأنها تهدد الأمن القومي. بس يلي ضعف المعارضة أكتر كانت علاقة التبعية يلي ترسخت بين الزعماء والناس من بعد ما سمحت هالصفقة للزعماء يحتكروا موارد الدولة. صار كل شخص مجبور يروح عند زعيمه كل ما بده أبسط حقوقه، فكيف بده يعترض؟ زبائنية نوع من الابتزاز، تحتكر أطراف السلطة حق مفروض الناس يقدروا يحصلوا عليه بلا جميلة حدا، وبترجع بتبيعهم إياه مقابل وفائهم، طبابة أو تعليم أو الإغاثة بوقت الطوارئ أو الوظيفة. الوزير بيوظف أولاد الطايفة أو ابن المنطقة، بيمشي مشروع مع المقاول يلي بيخصه وبيعطي رخص لمناصري، يستغل الوزارة ليمشي مشاريعه، بالمقابل بيربح صيت الزعيم المحب ووسام الخط الأحمر. كرمال هيك كانت الدولة تتدين وتصرف بشكل بفوق بأشواط كلفة إعادة الأعمار. بعد كل هالسنين البلد بلا بنى تحتية، وحتى من بعد دمار بيروت مرة جديدة بقيت حصة كل زعيم محفوظة. كانوا وبعدهم الحكام على الطاولة والمصريات بإيدهم، بالوزارات، بالصناديق، بالضمان، بالمرافق، بشركة الكهرباء والمي، واستغلوا الأموال ومناصب القوة ليرسخوا مشاريع بتأمن خدماتهم الزبائنية. تحولت الصناديق إلى أجج خاصة مقسمة على الطوايف والكل شارك. بري استلم مجلس الجنوب ومصرياته، جنبلاط استلم صندوق المهجرين، الحريري محرك الاقتصاد من خلال مجلس الإنماء والأعمار وسوليدار ووزارة المالية وعلاقته بالمصارف. ويمكن مشكلة بعد أعمق أنه المحاصصة كانت بين زعم الطوايف وما سمحت لحدا يكون موجود خارج هالمنظومة الطائفية. دمجت النظام الطائفي بنموذج اقتصادي ومأسسته، ولليوم إذا الواحد مش تحت جناح الطائفة أو إذا عم نحكي قبل 2005 مش تحت جناح النظام السوري ما بيقدر يحصل على شيء، وأكيد مش على حقوقه. ضعفت هالممارسات الدولة وشلتها بوقت كان القطاع المصرفي عم بيتضخم أكتر ليلبي حاجات السمسرة ويبني وهم اقتصاد مزدهر. خلق وضع اقتصادي واجتماعي تقبلته الناس كنوع من تسوية، طالما المواطن قادر يعيش السلطة تعمل مثل ما بده، وكتار استفادوا لبعض الوقت. سمح النظام الزبائني ومشروع الإعمار لتضخم القطاع المصرفي، هو عم يتغذى من ديونات عم تتراكم على الدولة بالمصارف، علماً إنها مش قادرة ترجع تدفعه والمصارف مبسوطة، مركزة كل استثماراتها على مصرف لبنان والدولة لأنه الربح مضبون والفوائد عالية وبيعة كل باقي القطاعات. كل ما الدين يزيد الزبائنية تزيد والعجز يزيد، وترجع الدولة تتدين والمصارف تتضخم أكتر وتخنق الإنتاج أكتر. بقيت أرباح المصارف بهالفترة تزيد بوقت معاشات الناس مواكبت هالتضخم. بال95 وصلت الفايدة لأرقام قياسية، المصارف بترفع الفايدة وقت بيبطل عندها ثقة إنه المديون رح يدفع. طبيعي إذا الخطر أكبر لازم الربح يكون أكبر. بال95 الدولة مش رح تسدد ديوناتها، الاقتصاد على شفير الانهيار. لتفادي الانهيار وفرض استقرار نقدي، ثبت رياض سلامة حاكم مصرف لبنان سعر صرف الليرة على الدولار. عملة مستقرة يعني اقتصاد مستقر، يعني تطمين للمستثمرين. من بعد هالخطوة كبر دور المصارف بعد أكتر وزاد الارتكاز على القطاع الريعي بالبلد. بال2011 أطلق وزير الطاقة مشروع السدود، بيستنزف وبيدمر الموارد الطبيعية لتوظيفات وتلزيمات لفترة محدودة. بال2020 مع حلم تنقيب البترول
بعد الدولة متكلة على القطاعات الريعية حساب الإنتاج. تثبيت العملة مش بالضرورة غلط، وأكثر من دولة اعتمدته، إنما طريقة تثبيت الليرة بلبنان افتقدت للتخطيط ولسياسات بتدعمه. بلبنان تحول تثبيت العملة لمصدر أساسي لاستنزاف الاقتصاد. سعر الليرة مقابل الدولار خاضع للعرض والطلب، بس ينقص الدولار بتقل الثقة بالليرة وبيهبط سعرها. مشان هيك وقت مصرف لبنان بده يثبت سعر صرف الليرة لازم يأمن مصادر مستدامة للدولار ليضل في كمية موازية لقيمة الليرة. يعني إذا في 150 ألف ليرة بالسوق لازم يكون في 100 دولار باحتياطي مصرف لبنان. بيضرب كمان تثبيت الليرة الإنتاجية، لأنه بيرفع سعر الصرف بشكل اصطناعي للليرة، فبيقلل من تنافسية الإنتاج المحلي بالسوق الداخلي والتصدير. يعني مش بس محل المشكلة الأساسية الزمن، خنق نموذج السلطة الإنتاج والتصدير والاستثمارات، صار مدخول لبنان متكل بالأساس على الهبات والديون وأموال المغتربين والسياحة لتأمين الدولار. يعني وضعوا لبنان بموقع بيجبروا يضل خاضع لرحمة الدول وشروطهم، وتحولت معاناة الناس عند السلطة لفرص لتترجى المزيد من الأموال. بال98 أصدرت الدولة سندات خزينة بالدولار من ضمنهم اليورو بوندز، من اليورو بوندز تيقدر مصرف لبنان يتدين بعملة أجنبية يلي هو ما بيتحكم فيها. بركة كان مشي الحال على فترة لحد ما انفجر النموذج بال2000 لما زاد عجز الدولة كتير والدين بالليرة ما عاد يكفي، فزادت الدولة اتكالة على الدين بالدولار من الخارج. مؤتمر باريس 1 بال2001 وباريس 2 بال2002 بتساوي الأموال يلي فاتت من هالمؤتمرات أكثر من 5 مليار دولار، نعطت مقابل وعود بإصلاحات وتطوير مشاريع إنمائية وتخفيض الدين وتقليص العجز، الوعود يلي ما تحققت وقتها وبعدهم عم بيقعدوا فيها مع مؤتمر سادر بال2018 وبالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بال2020. صار لبنان عايش على الدين تحت رحمة الدائنين وتحت رحمة الحاجة للدولار الأمريكي، وتبنت الدولة الدين كنموذج اقتصادي، والإنتاج عم يتراجع والأوضاع المعيشية عم تنحدر. وبال2005 بعد الخضة اللي شهدها لبنان من مسلسل اغتيالات يلي استهدف الطرف السياسي المعارض للوصاية السورية بلبنان، والاحتجاجات وخروج الجيش السوري وانقلاب موازين القوى، استمر النظام الاقتصادي نفسه. لعيب القدام بقيوا بالسلطة، ضلوا زعم الطوايف زعم سياسية، وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدم الاشتراكي ونبيه بري على رأس حركة أمل. استلم سعد الحريري ابن رفيق الحريري زعيمة بيو ووصل على رئاسة الحكومة بال2009، ومع خروج الجيش السوري من لبنان رجعوا خصومه على زعيماتهم. سمير جعجع ظهر من الحبس وميشيل عون رجع من المنفى ودخلوا السلطة. أما الحليف الأكبر للنظام السوري حزب الله ورثه وصار شريك بالسلطة السياسية، وبعد سلسلة تحركات وانتصارات فرض حاله كأقوى لعيب وصار هو المتحكم فيه. وبال2005 على 2019 شارك حزب الله بكل الحكومات وكل قرارات السياسية والاقتصادية، مد إيده لابن رفيق الحريري واقتصاده، وأما انغطى لأطراف السلطة بالحكم لتلعب مثل ما بده ويستفيد هو من موقعه الجديد. وبانتفاضة 17 تشرين بال2019 ورغم انتقاداته الفارغة لحاكم مصرف لبنان بالعلن، برهن عن حاله الحامل الأول للنظام الاقتصادي والمصرفي بالسياسة وبالشارع. هذه الورقة أيضاً مهمة جداً وغير مسبوقة، غير مسبوقة. مع زيادة الأحزاب المشاركين بالسلطة، القالب يلي كانوا يتقاسموه الحريري وبري وجنبلاط صاروا عم يتقاسموه الحريري وبري وجنبلاط وعون وجعجع بغطى من حزب الله. الحصص ما صغرت، بس صرنا عايزين قالب أكبر، وإذا القالب كبر يعني الدين كبر، يعني العجز صار أكبر، وضلت الدولة تتكل على الهبات وتدين من المصارف لتسد العجز ولتحافظ على شبكات الزبائنية، ولتدفع فوائد الدين كانت الدولة تلجأ للمواطن. من التسعينات لل 2020 ضلت الضريبة بلبنان بعيدة من هدفها الأساسي بالمجتمع اللي هو تأمين خدمات للناس. بلبنان الضريبة هدفها تسد عجز ميزانية الدولة. ناس بتشتغل وبتطلع مصاري والدولة بتاخد ضريبة وبتروح وبتعطيها لأصحاب المصارف يلي متدينة منها، يعني من جيبة المواطن إلى جيبة أصحاب المصارف. على مدى السنين شهد لبنان إعادة توزيع الثروات، فالغني صار أغنى والبقية صاروا يفقروا وكبرت الفجوة بالمجتمع. 70% من الأموال يلي طلعتها الدولة من الضرائب كانت عبر ضرائب غير مباشرة، الضرائب على الاستهلاك مثلاً TVA ما بتاخد بعين الاعتبار مدخول الفرد،
بتنفرض على كل طبقات المجتمع بتوازي. رغم أن الضريبة المباشرة بتحفظ العدالة الاقتصادية، إنما بتتطلب مجهود من الدولة للجباية وملاحقة التهرب الضريبي. بال2017 تقدر التهرب الضريبي المجمل بحدود $5 مليار. المصارف أرباح هائلة مقابل ضريبة لا تذكر، بيع وشراء العقارات ولا ضريبة. بالمقابل مثلاً كانت الدولة قادرة تفرض ضريبة على الشقق الفاضية لتشجع أصحاب العقارات يخفضوا أسعارهم. القطاعات الريعية معفية من الضريبة. طبعاً أصحاب النفوذ ما بدهم يدقوا بجيب أصحابهم ممولينهم. ومنرجع للزبائنية والمشيلة لمشيلك. القطاعات المنتجة عم تدفع الثمن، جمرك، بضاعة، مواد أولية، معاشات. سعر صفيحة البنزين مثلاً هو أوضح مؤشر على السياسات الضريبية يلي اتبعتها السلطة. كل ما تحتاج الدولة لمصاري بيغلى البنزين، وبيغلى على الكل بفرد ضرب. يلي حالته عقده بغص، والمرتاح ما حاسس فيه، والشرخ بالمجتمع عم بيزيد. كرمال هيك إذا ما في عندهم أوادم بهالدولة يروحوا يهجروا. هي أكتر من تهديد، هي استراتيجية تمويل. نموذج لبنان الاقتصادي متكل على تصدير الشباب لبرا ليرجعوا يبعثوا مصرياتهم على البلد. أموال المغتربين، ضرائب، تصدير، هول مصادر تمويل الدولة، بينحسبوا مقابل مصاريفه ليبين إذا الدولة عم تربح أو عم تخسر. ميزان المدفوعات هو مؤشر مهم للاقتصاد، بيفرجينا قدي عم نصرف مقابل قدي عم نطلع. بال2011 بيصير ميزان المدفوعات سلبي، يعني عم يظهر مصاري أكتر ما عم بيفوت، بيكفي سلبي لل2020. بس تيصير سلبي بال2011 يعني المشكلة بلشت كتير أبكر، بس ما كانت ظاهرة للعين المجردة مع استمرار همروجة المدح الإعلامية لمصرف لبنان. وبالمناسبة رغم أنه الميزان كان سلبي بهالفترة، أرباح المصارف كانت عم تكبر بشكل خيالي، أكتر من $15 مليار. بفرجي هالشي أنه المصارف ضلت عم تربح وقتها كان البلد غرقان بخضات أمنية من اغتيالات وحروب ومعارك، وبألعاب سياسية من تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية وتعطيل الحكومات ومفاوضات على أبسط حقوق الناس. الهندسات المالية اللي عملها رياض سلامة اقتضت تبادل سندات بين مصرف لبنان وبين المصارف، تلاعب بالأرقام على الورق تنضحك على المجتمع الدولي. وربح المصارف سنتا كان الهدية يلي قدم لهم إياها رياض سلامة مقابل هالخدمة يلي بايضت له وجه اقتصاده. بال2015 تفاقمت الأوضاع بشكل أسرع، ومع هذا وكله بال2018 ضلينا عم نصرف. السلطة وعدت ولزمت ووظفت، والوعد للناس واحد، المزيد من الدين من دول الخارج. رح تعطي السلطة تبريرات كتيرة منها صحيحة بس ناقصة، مضخمة لأهداف سياسية أو مؤامراتية بحت. يمكن اقتصاد لبنان كان قادر يواجه هالظروف لو مبني على الانتاج، بس نظامنا غير منتج، مخنوق وهادي عصوص ونقطة، عم يستنزف موارده بدل ما يستثمرها، وهدفه الأول والأخير مصالح السلطة. ديونات لبنان لازم تندفع. مصرف لبنان عم يصرف دولار من الاحتياطي، بما أنه ما عم يفوت دولار كفاية سحب مصرف لبنان الدولارات من السوق. الوظائف عم بتقل، والفقر عم بيزيد، والإنتاجية بالأرض. بال2019 روكبت المكنة، وقت قل الدولار زاد الطلب عليه، وبالتالي صار الدولار أغلى بالسوق السوداء، وبالمقابل صارت الليرة أرخص. كمل النهب للحظات الأخيرة، وما قدمت المصارف والسلطة أي تنازل لتجنبنا الأسوأ، لبل استمرت السلطة بتغطية الكارثة بوعود وتطمينات وأكاذيب وتقشف لحد ما انتفض الشارع بوجهه. بعد أسبوعين من انتفاضة 17 تشرين استقالت الحكومة، وواحد ورا التاني سحبوا الحكام والمصارف إيدهم من اللعبة، واحتموا ورا العسكر والميليشيات والقضاء والإعلام، وتخبت السلطة ورا التكنوقراط لتواجه الانهيار الاقتصادي. إلا أن حكومة الإنقاذ تبعت نفس السياسات الاقتصادية وكملت بنفس النهج، ورجعت للدول المانحة تتوسل المزيد من القروض. وتتعسرت الحكومة عن دفع ديون لبنان بأدار 2020، ما عاد عندها خيار غير صندوق النقد الدولي يلي بيكسر. سهلت له كل شروطه الصعبة على الناس، خصخصة، بيع أصول الدولة، ضرائب عالية، تصغير القطاع العام، وعرقلت الإصلاحات اللي كان طلبها منه بالمالية والقضاء والكهرباء والتهريب. توجت سلسلة الأحداث بكوارث طبيعية ومش طبيعية،
فرضت حالها وجبرت الكل يفهم أهمية يكون البلد عنده اقتصاد سيادة. بالوقت يلي المستشفيات عم بتعاني من نقص بالمواد والمعدات، ضرب فيروس الكورونا، وقف البلد لأشهر، وكشفت الأزمة الصحية عن خطورة اقتصادنا الريعي يلي بأصعب الظروف ما بيقدر يأمن سيادة غذائية أو دعم مالي للناس أو تعويضات. حتى هالكارثة تحجمت بجريمة المرفأ بانفجار طلع من مغارة المحاصصة، وبرهن بالعنف وبالدم لوين بتوصل سياسة النهب والاستهتار يلي متبعتها السلطة من وقت ما بلشت الحرب. لما ينفجر المرفأ الأساسي يلي بيتكل عليه البلد للاستيراد، وتتكسر بيوت الناس ومصالحها، وتتجارة العالمية توقف بسبب كارثة صحية عالمية، بتبين مخاطر الاقتصاد الريعي وفشله بتأمين أبسط حاجات الناس. بتبطل قصة الفشل الاقتصادي قصة ودايع وأموال منهوبة وبطالة وفقر وفساد بس، بتصير قصة حياة وموت. الحال جذري، المشاكل البنيوية والإصلاح ما بيكفي. فينا نحكي عن سياسات لدعم الإنتاج، تطوير وظائف الخدمات، صون حقوق العمال ودعم النقابات وتمويل الجامعات العامة والضرائب التصاعدية، وحلول كتير منها بسيط ومنها أصعب، بس كل الحلول مستحيلة بوجود منظومة أصلاً مش معترفة بالمشكلة لتحلها. الحل بأنه نحمل المسؤولية للسلطة والمصارف والتواطؤ بيناتهم، ونهب المال العام اللي وصلونا لهون. الاقتصاد اليوم هو اقتصاد السلطة، والحلول يلي انطرحت بالمجالس هي حلول تخدم السلطة بس، بتجرب تدفع الناس فاتورة الانهيار وفاتورة الانفجار وفاتورة تاريخ دموي وصل البلد لهون. الحل للناس ببلش من استرجاع الاقتصاد. نفتح العلبة السوداء يلي روكبت ونفهم ليه روكبت، لأنه المشكلة بالاقتصاد مش تقنية، المشكلة سياسية، والحلول سياسية، والسياسة بإيد الناس. Thank you.